كابتن محمد رمضان اتكلم مع وكيل القندوسي، سمع القندوسي، سمع امير توفيق، اتكلم مع وكيل بالعيد علي الكرمالي. النهارده كابتن محمد رمضان اتكلم معاه، هل دي معلومه مظبوطه ولا لا؟ نساله علي الكرمالي وكيل بن عيد. علي مساء الخير. مساء الخير اخي سيد، اخبارك يا علي؟ كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله شكرا. حصل اتصال النهارده مع الكابتن محمد رمضان؟ نعم. ايه بقى اللي حصل؟ يعني ايه التفاصيل؟ تفاصيل يعني بالتفاصيل ما اقدر اعطيك تفاصيل، ولكن اللي تقدر تعطوه قولك الموضوع كان على ما حصل. انتم عارفين كل شيء على ما حصل البارح مع قندوسي، وهو حب يتاكد من كلام قندوسي اذا كان صحيح ام لا. تمام. وهذا هو يعني السبب المكالمه اليوم. تمام. هل النهارده حديثك معاه كان زي بالعيد كده، يعني تبرئه او خلاف ما قاله قندوسي، ولا كان عندك وجهات نظر اخرى؟ شوف والله اذا شفت التصريحات تاع اللاعبين الاثنين، انا نقول يعني قندوسي عنده حق. واش قال؟ يعني كانت فيه اختلاف بين الوكلاء وزين الدين بالعيد، يعني كذلك الكلام اللي قاله صحيح، يعني ما كانش عنده مشكل مع امير توفيق او مع الاهلي او مع اي واحد. العكس، العلاقه بين الاهلي والعائله بالعيد يعني ككل كانت جيده. المشكل يعني هما ما تفاهموش مع الاخير لاسباب يعني نجهلها، ولكن العلاقه بين النادي والعائله بالعيد كانت 100%. هو النهارده نزل بيان قدامنا، هو يا ريت نحطه. بالعيد نزل بيان النهارده قال كل الكلام مخالف للقندوسي، وبرأ تماما إدارة الأهلي، وقال إن ما حدش قال لي لا هات وكيل ولا أي حاجة خالص، ولا في خلاف أصلا مع الأهلي. يعني صح. شوف يعني نقول لك الحقيقة، يعني بالعيد واش قال صحيح، يعني ما كانش فيه ما فرضوش عليه وكلاء يعني بطريقة مباشرة. الوكلاء كانوا كما نقولوا خياليين مختفيين، فاهمني؟ ما قالولوش لازم تمشي مع الوكيل هذا، صح؟ اه. جاوا وكلاء مشاو لعنده للبيت ومضوا عقود معاه باش لكي يمثلوه في النادي الاهلي. ولهذا يعني انا كما نقولوا استحب جبت نفسي من القضيه هذه، ويعني كاحترام للعائله بالعيد واب بالعيد عمي محمد، قلت له تتوكل على الله واللي كتبه الله نعملوه، يعني ما كانش فيه مشكل خالص. وفي نهايه المطاف القرار كان يعني من العائله، مش يعني اللاعب وحده، قرار عائلي. هو ليه بالعيد ما جاش الاهلي اصلا؟ علاش ما جاش للاهلي؟ ممكن انا عندي يعني فكره نتاعي، وهو ويعني كي نقول بالعيد نتكلم على العائله، عندهم يعني اسباب شخصيه واسباب ممكن رياضيه. وفي نهايه المطاف بالعيد يعني زين الدين اختار المشروع الرياضي، والمشروع الرياضي هذا انا اللي قدمته، انا اللي يعني اشتغلت باش اخذه لاوروبا. هو حب اوروبا، والحمد لله يعني ضميره مرتاح ان شاء الله. دون الدخول في تفاصيل يا فندم، هل النهارده مكالمه حضرتك مع الكابتن محمد رمضان كانت تاكيدا لكلام قندوسي ولا مختلف معاه؟ لا، كلام قندوسي يعني قندوسي حر في تفكيره وفي يعني المعلومات اللي كانت عن قندوسي انا اظن سمعها من ناس او من يعني اشخاص اللي كانوا قراب عليه. هذا الكلام يعني كان يدور في السوشيال ميديا يعني في العام تقريبا من شهر ابريل. انا ما اقدر نقول لك يعني اذا الكلام يعني مش صحيح، ولكن فيه يعني صداقه
لأنه صح إذا إذا الصفقة كان فيها أكثر يعني فيها كثير الوكلاء راح يكون فيها مشاكل، خاصة إذا الوكلاء يعني ما كانوش متفقين مع بعض. ولكن في هذه القضية، في قضية بلعيد، الوكلاء كانوا متفقين مع بعضهم بعض، ولكن أنا يعني كما قلت سحب يعني جبت نفسي من المفاوضات مع الأهلي، لأنه الأهلي ما عطاوليش فرصة باش أتكلم معاهم أنا ذاك، فاهمني؟ ولهذا خليت يعني بلعيد وعائلته هما اللي كانوا يعني بيتكلموا مع الأهلي، بيتكلموا مع الأهلي مباشرة. نعم تمام. طب رأي حضرتك في البوست اللي نزله بالعيد في التوقيت ده؟ يعني الحقيقة يتحسب له برضه، راجل ما جاش النادي وما تعاملش مع الناس، ولكن حاس إن في كلام اتقال على لسانه، فحق يبرأ، حق يبرأ الناس، يعني حاجة بصراحة تحترم ليه يعني. والله هو حر يعني في تصريحاته، وأنا أنا كما أقوله مش يعني أنا قليل مشكوك بأنه مش كلام اللاعب. أنا أظن فيه ناس تكتب في مكان اللاعب. اللاعب ما عندوش وقت وما عندوش يعني بس هي في الآخر صفحته، يعني هو يكتب ناس تكتب له، هو المسؤول يعني، هي على عهدة راوي زي ما بيقولوا، يعني هي صفحته. ممكن صح، هي صفحته يعني. تتكلم على اي صفحه في البوست اللي كاتبه قدامنا على الشاشه، البوست اللي كتبه اللاعب دلوقتي على صفحته عن انستغرام. اوكي على الانستغرام. اوكي ما انا ما شفت البوست في الانستغرام، ولكن اظن عنده يعني ممكن ناس اللي تساعده في العائله او اصدقاء. ولكن قرار اذا حطه في يعني في الانستغرام هذا هو يعني قرار اللعب. قرار هو طبعا صح. وان شاء الله يكون يعني يعني كلام صحيح ان شاء الله باذن الله. هل يا فندم في مفاوضات مع بلعيد هنا في اي نادي في مصر غير الاهلي؟ والله ما اعرف اي شيء يعني، ما في حتى حاجه، حتى مفاوضات رسميه. كلامي دائما يكون كلام في يعني السوشيال ميديا، الناس تتكلم. ما فيش كلام، ما فيش كلام رسمي يعني؟ لا ما فيش كلام رسمي، انا ما سمعت شيء، وما يعني واحد ما كلمني. وكما قلت انت هو يقول يعني ما عندوش وكيل، لانه كتب رساله للنادي، وهذه خطا، هذه يعني عدم الاحتراف. وكما نقولوا يعني توقع له مشاكل يعني، كتب للنادي والنادي عنده عقد تاع الوكيل، وعارفين يعني هو ما مشاش البلجيكا وحده، مشى مع رجال يعني، خداوها رجال للنادي. كيف ينكر بانه عنده وكيل ويقول العقد انتهى باول اكتوبر؟ انا عندي عقد وعندي يعني بيان. تمام. مفيش مشكل يعني. دي قصه ثانيه جانبيه. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. علي كرمالي وكيل زين الدين بلعيد، هو واضح ان هو كان عنده عقد، اتفسخ العقد من شهر 10. حصل اتصال النهارده مع كابتن محمد رمضان مدير الكره الجديد او مدير رياضي للنادي الاهلي، وواضح ان كابتن محمد رمضان النهارده سمعه كويس فيما هو سابق. هو بيتكلم دلوقتي ان هو على مشكله مع اللاعب، او في مشكله مع اللاعب، لان اللاعب قال خلاص العقد انتهى وهو العقد ساري، ده مشكله بقى بينه وبين اللاعب، دي قصه ثانيه. النهارده البوست اللي كتبه بلعيد ده النهارده خلص تصريحات القندوسي، خلص، نحط كده قدامنا على الشاشة، خلص تصريحات القندوسي. أنا بأكد لحضراتكم برضو، إحنا لا لسنا مع طرف ضد طرف، إحنا في الآخر مع الحق. وأنا بأكد لحضراتكم أي بني آدم هيطلع بنتيجة النهاردة هو اجتهاد شخصي، اللي الأهلي عمله هو العدل، واللي دايما الخطيب معودنا عليه تحقيق موسع مع جميع الجهات ثم إعلان النتيجة بما يرضي الله، بغض النظر، بغض النظر مين اللي غلطان، مين اللي صح، مين اللي غلط. ولكن النهارده بالعيد في التوقيت ده ان هو يكتب بقى بالعيد، يكتب باباه، يكتب عمه، يكتب اي حد، هو
تبرئة رسمية لما قاله القندوسي بالأمس. ده ما يخص البوست والتعليق، ولكن فتح النهاردة التحقيقات من جانب النادي الأهلي لكل الأطراف خلانا وقفنا، خلانا سقفنا على الشفافية، حيينا الخطيب والأهلي، وخلانا واقفين مفيش صف بقى لحين إعلان النتيجة. الأهلي عايز يقول إن إحنا ما عندناش حاجة تدارى، إحنا في الآخر هنحقق، والصح والعدل هو اللي هنطلع